باتت مهددة في الجولة القادمة، ولكن هو سيحتفظ بهذه الصدارة من خلال هذه الجولة، على اعتبار أن هناك أيضا 10 نقاط لمصلحة الحد. حسن الكراني وصلت بعد ذلك إلى حارس المرمى سيد محمد، يتركها تخرج إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تتحول إلى منتصف أرضية الملعب للرفاع الشرقي هذه المرة. علي ناصر مقطوعة كورته الماضية إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، رمية جانبية عرضية داخل منطقة الجزاء، يلمها إلى رمية جانبية في الثمان دقائق الأولى من بداية شوط المباراة الأول. المحرق والرفاع الشرقي بلا أهداف، النتيجة اللي لم تحضر إلا في مناسبة. الجمهور الشرقاوي بدأ يتفائل بفريقه من خلال جولة ماضية وانتصار بهدفين مقابل لا شيء على حساب النجمة، وكذلك أداء رائع من أمام الرفاع وفي مسابقة الكأس جلالة الملك. محاولة، مضت الكرة إلى وين؟ إلى رية ركنية عند جمال راشد، دائما عنده تنفيذ الأخطاء. محاولة تياغو يحول الكرة، عادت مرة ثانية لمصلحة الخلفية تماما بالنسبة للمحرك. ماثيو يمرر، عادت مرة أخرى للحردان، عالية للأمام، الكرة تصل إلى منتصف أرضية الملعب شرقاوية للتقدم إلى الأمام. خليفة قاطع كرة، الكرة ما فيها خطأ. ناصر يمر، كرة رائعة هي في الجانب الأيمن لرفاع الشرقي، ويقطعها وليد الحيام. الكرة تتحول أمامية إلى منتصف أرضية الملعب، واصلة للحردان مرة أخرى في خط المقدمة، والكرة تصل الآن إلى منتصف أرضية الملعب، واصلة لمصلحة تياغو ريال، يعيدها إلى وليد الحيام. وليد لتياغو ريال، ماثيو، استلام رائع من ماثيو، الكرة لا زالت للحردان، الحردان ماخذ له مكان، يبحث عن الكرة، يغير جهة ملعب، وصلت إلى مصلحة تياغو ريال، يحول الكرة، لا زالت فيها خطورة، تياغو ركنية، كسب من خلالها على ركنية شرقاوية، الآن داخل منطقة الجزاء، تتخلص الكرة الماضية، وصلت الآن إلى مصلحة المحرق تياغو ريال، يكسب على رمية جانبية فعلا الآن إلى خطأ. لغاية الآن التعادل السلبي بلا أهداف في هذه المباراة، ومن خلال المباريات الماضية اللي خاضها الفريقين، بينما الرفاع الشرقي سجل 3 أهداف في شوط المباراة الأول. محاولة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية إلى الجانب الأيسر، صافرة وخطأ في شوط المباراة الأول من خلال الجولات الماضية 5 أهداف، والرفاع الشرقي سجل في شوط المباراة الأول 3، الشرقي استقبل أيضا في شوط المباراة الأول 3 أهداف، و المحرك هو الآخر أيضا استقبل 3، ولكن من خلال الإحصائية الحاضرة المحرك هو يحول كرة تياغو، ما تمر من أمام الكرة للهزاع إلى رمية جانبية، عادت مرة ثانية تياغو ريال، ريال الآن يمر الكرة خلفية للحردان، الحردان بمناولة الرميحي، الحسيني خاطئة في الكرة الماضية، ماثيو إلى مصلحة تياغو أوغستو، ماخذ له مكان رياض المراوغة سامي، لكن فقد الكرة الشرقاوية الماضية. الحردان تغيير جهة ملعب رائعة هناك لمصلحة تياغو ريال، يعيدها للخلف وليد الحيام، جمال راشد، جمال يحول لكرة، محاولة لوليد مرة ثانية، تياغو ريال، عبد الوهاب مرة أخرى، عبد الوهاب علي يحول لكرة لتياغو مرة ثانية لمصلحة وليد، محاولة مقطوعة من علي بالنسبة للمحرق،
الكرات والسيطرة حاضرة من كلا الفريقين بالتساوي من أرضية الملعب ربما، لكن الأفضلية طائن في بداية المباراة، لكن على ما يبدو هو دخل إلى هذه الأجواء. خطأ آخر، لمسة، المحاولة المحرك البناي لتياغو، انطلاق دان مرة ثانية، معاودة للخلف كانت من حسن الكراري إلى وليد الحيام، مرة ثانية قتالية من الربيحي على المحاولة الماضية، تياغو ريال مرة ثانية قادم. هل هناك محاولات فيها أهداف أولى بالنسبة للرفاع الشرقي؟ ركنية أخرى، ركنية أخرى وصلت واصلة في الجانب الأيسر، معادة إلى وليد الحيام. هل هناك كلام قادم في الدقيقتين القادمة من هذه المباراة؟ الرأسية تصل الآن للمحرك، هل فيها كلام؟ التحليلي، وعودة بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم لمجريات هذه المباراة الشرقية، والحارس السيد محمد جعفر من جانب نادي المحرق. على ما يبدو لا تغييرات في تشكيلة الفريقين من بداية هذا الشوط. الكرة، هل نشاهد تعادل سلبي ثاني في 44 مباراة ماضية جمعت ما بين الفريقين، أم هناك كلام آخر لأحد الفريق؟ على ما يبدو بكر هوساوي هو اللي غادر، فعلا بكر غير موجود، بودهوم هو اللي نزل إلى أرضية الملعب، بينما الآن لدينا كرة لليث ماخذ له مكان، حولها بعيدة علي ناصر، الكرة تصل بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب لمصلحة الرفاع أو لمصلحة المحرك، لمصلحة المحرك هذه المرة. الكراني يعيدها للخلف، مصلحة المحرك هناك، هذا هو بودهوم اللي نزل إلى أرضية الملعب، بكر هوساوي هو اللي غادر فعلا في بداية شوط المباراة الثاني، تغيير أول لمرجان، بينما الكرة لجمال، جمال يبحث عن محاولة لانطلاق المنطلق حسن الكراني، فعلا لقطة طريفة في اللحظات اللي كان فيها المحرك يبحث عن كرة، كاد أن يعوضها جمال، ركنية الآن، الحديث عن كرة ثابتة ومحاولة لمصلحة الرفاع الشرقي داخل منطقة الجزاء، تتخلص، عادت مرة ثانية إلى وين؟ إلى دعي ناسي طهير الأيمن، كرة تتحول الآن، جمال راشد راح ياخذ الجهة اليمنى مكان محمد البناي كجناح أيمن، بينما الكرة تتحول إلى مصلحة علي ناصر، فعلا يكسب على خطأ تياغو ريال، عندنا تنفيذ الخطأ، تياغو هو اللي راح يسدد أو يمررها، تياغو يلعب لكرة إلى الدوسري يستلمها بشكل سليم، مرة ثانية لمصلحة الرفاع الشرقي، فرناندو مقطوعة كورتا لتياغو، أغسطو بالبطاقة الحمراء، عبد الوهاب بانتظار هدف المباراة، ربما يكون في هذه الآونة المحرك اللي يهاجم الآن، الراية والتسلل في 44 مباراة جمعت ما بين الفريقين، هل يكون الانتصار السابع للمحرك في شهر ديسمبر، شهر الأفراح، شهر الانتصارات؟ الكرة تصل إلى حارس المرمى، أيضا شهر الانتصارات للمحرك هو شهر ديسمبر مع الرفاع الشرقي، هل يكملها في هذه المباراة أم يكون كلام آخر؟ وراية رابعة، رابعة لقطة، البناي بمحاولة لا زالت لكن مقطوعة من أمامه من بودهوم، مهزاع يحولها مرة ثانية، الكرة تتحول واصلة إلى جمال راشد، شهر ديسمبر يومها فاز بهدفين في عام 2017 بهدفين للا شيء لإسماعيل عبد اللطيف وجمال راشد، إسماعيل هو يلعب كثلاثة مهاجمين ولكن بتبادل الأدوار، كرة تتحول لتياغو ريال يحول لكرة إلى البناي، البناي يحمل الأدوار متشابهة لكل اللاعبين، فعلا بلا شك هي متشابهة لكل اللاعبين، الرميحي الآن هو اللي يأخذ الهجوم الصريح بمساردة الهزاع اللي نزل إلى 20 دقيقة،
داخلين على العشر دقائق الأخيرة من شوط المباراة الثاني، لا زالت النتيجة بلا أهداف. محاولة، الكرة مستمرة، أصفار، لا زالت نتيجة المباراة. إلى متى الانتظار يا محرق ويا رفاع شرقي؟ المحاولة الآن تصل، تياغو يمرر، ماثيو الماضية الهزاع للتو نازل إلى أرضية الملعب، الحردان يناول لتياغو ريال مرة أخرى، المحاولة في الجانب الأيسر مستمرة، طالت 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 يا تياغو، بكلية من تياغو، تياغو ريال، وكرة حاضرة وانتظار داخل منطقة الجزاء، الكرة تتخلص لماثيو يلعبها فل بإعادة الكرة الشرقاوية الماضية من علي ناصر صاحب المجهود الكبير في هذه المباراة. الكرة تصل إلى مصلحة عبد الوهاب، حولها إلى الجانب، واصلة للجانب الأيمن، التقوا في كأس الاتحاد والمحرك فاز بثلاثة لهدف واحد في هذا الشهر. الآن محاولة للحردان يناول كرة للشروقي، أدي عبد الرحمن هو اللي نزل إلى أرضية الملعب، كرة تتحول الآن لمصلحة عبد الوهاب، يمر لكرة لتياغو، خطيرة الآن تمريرة، هدف أول، العرضية مقطوعة تصل بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. هجمة مباغتة حركت جماهير المحرك، حركت المدرج الأحمر، الكرة تصل داخل المنطقة، خطيرة الآن تياغو ريال يلعب لكرة عبد الوهاب بتمريرة ليتقاطعها المحرك، يهاجم هذه المرة، كون من الممكن أن نقول 1-0 للمحرك. المحاولة لا زالت مستمرة داخل منطقة الجزاء إلى خارج أرضية الملعب، كان من الممكن عند تنفيذ الخطأ أو الركنية الحاضرة، تياغو عند التنفيذ من داخل منطقة الجزاء يحولها، الكرة تتخلص، تعود مرة ثانية فيها عن الخطورة الرميحي في شوط المباراة الثاني، يستلمها، عادت مرة ثانية المحرك، بدأ أفضل في شوط المباراة الثاني. الآن محاولة لهزاع، هجوم من المحرك وهجوم من الرفاع الشرقي في الوقت الأخير، الآن 2:30 إلى تياغو، تياغو ريال يحول لكرة أمامية، تياغو أوغستو ماخذ مكان، أولى محرقاوية قادمة هناك في الجانب الأيمن، تياغو يحول لكرة أمامية داخل منطقة الجزاء، تمر من الجميع، عادت للشروق، الخمس دقائق خلاص مرت ودخلنا على الدقيقة السادسة، الكرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب، لا والله لا زالت مرت إلى الجانب الأيسر، تياغو يحول لكرة، مباراة كانت ينقصها فقط هدف، الكرة